السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبيبي؟ يا رب تكون دايما بخير وسعادة. الفيديو النهاردة ان شاء الله هنتكلم على حمية العصر الحجري البدائي، او حمية اسمها الباليو دايت. يعني ايه الباليو دايت؟ يعني حمية العصر ايه الحجري البدائي، يعني كان زمان بياكل كل حاجة طالعة من الارض، كانش فيه مصنعات، مفيش سكر، مفيش منتجات تقلبان، بقوليات زي الفول والحمص والبسلة والكلام ده كله، كل الحاجات دي ممنوعات. السكر الدايت من ممنوعات، اي عصير بقى من اللي فيه مواد حافظة وكده برضو من ممنوعات. فكان بيعتمد على كل ايه ما يخرجه الارض. يبقى ايه المسموحات عندي هنا وايه الممنوعات؟ هنقولها معانا في الفيديو ده. تابعوا الفيديو للنهاية، اتمنى الفيديو يعجبكم، متنسوش تدوسوا بقى زر الاشتراك سبسكرايب، فعلوا الجرس كده على الكل عشان يوصلكم الاشعارات باي فيديو بنزله، ولايك للفيديو وشير لكل اصحابكم اللي عاوزين يتبعوا حمية ممتازة جدا تنزل الوزن ومستوى الخصر بتاعهم او الوسط هيقل، وهتبقى حاجة جميلة جدا تلبسي مقاس ايه اقل من المقاس اللي بتلبسيه دلوقتي. يلا بينا نبدأ مع بعض، يلا بينا. هنشوف دلوقتي مع بعض، ان اول حاجة نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف مع بعض حمية الباليو دايت او حمية العصر الحجري البدائي زي ما احنا شايفين. بنستخدم، بيقسم الوجبة بتاعته ازاي؟ بيقسمها ل50% من الفاتس والبروتين، 25% بياخد بيهم فروتس وبياخد بيهم ستارشي فيجيتابلز. يعني ايه هي الستارشي فيجيتابلز؟ اللي هي زي ما احنا شايفين البطاطس، البطاطا اللي لونها فاتح اسمها يامس، تلاقي دي البطاطا بتاعتنا احنا عارفينها لونها اورانجي شوية، دي البطاطا تلاقيها فاتحة قوي كده ومسخة كده اسمها يامس. كل ده مسموحات مع اللفت سواء بقى بيطبخ وكده. التفاح، الموز، البرتقال، الكمثرى، الافوكاتو، الفراولة، والبلو بيري. تمام، دي كلها الحاجات اللي ايه المسموحة معاه، بياخد منها بنسبة 25%. 25% الأخيرة هياخدها من الليفي جرين اللي هي المنتجات الورقية كلها، والنون ستارشي بقى ايه فيجيتابلز، الحاجات اللي هي ما فيهاش ايه نشويات، زي هياخد البروكلي، الكيل، البصل، الجزر، الطماطم، والفلفل بقى سواء أخضر ايه أو ألوان. ادي كده الوجبة بتاعته. بوجبته هتحتوي على التلاتة دول كده مع بعض على مدار اليوم بتاعه. حط 50% فاتس وبروتين، 25% الحاجات اللي كل اللي بتخرجه بقى الأرض من فواكه وخضروات زي ما احنا شايفين كده، و25% الأخيرة من الحاجات الورقية والحاجات اللي هي زي الطماطم والفلفل الألوان والجزر والبصل والبروكلي وكده. ايه الممنوعات بتاعته؟ الممنوعات أي شيء مصنع، مبياخدش أي حاجة مصنعة، زي اي صوص احنا دلوقتي موجود عندنا زي الباربيكيو وزي الكاتشب، المايونيز، كل الحاجات اللي احنا بنحطها على اكلنا دي ممنوعات. السكر، الشوفان، القمح، الشعير، الحاجات دي مكانتش بتتزرع في وقته فما كانش بيعتمد عليها، فكان يعني وزنه احسن من اللي احنا موجود علينا دلوقتي. منتجات الالبان، البقوليات زي الفول والحمص والبسلة. السكر الدايت الممنوعات، عصير اي فاكهة اللي فيه مواد حافظة، كل ده ايه من الممنوعات. تمام، نيجي نشوف ايه البروتين والفاتس اللي هو هيستخدمه. البروتين بياكل بقى اللحوم سواء بقى كبدة، كلى، قلب، مخ، كل الحاجات اللي ايه موجودة في الذبيحة يعني بحالها مسموح. الاسماك، البيض، الدجاج، كل الحاجات دي بروتين يقدر يعتمد عليها في غذائه على مدار ايه اليوم. المكسرات بقى بياخد البندق واللوز والجوز زي عين الجمل ولب عباد الشمس واللب الابيض، وفي حاجة اسمها اللي هي ميكاديميا ناتس اللي هي حاجة شبه البندق كده بلونها ابيض كده، وطبعا بياخد سمسم وكركم والشاي والقهوة عادي جدا زي ما انتوا عاوزين. بالنسبة للدهون بقى اللي هنعتمد عليها في الدايت بتاعنا الباليو دايت، الدهون ايه الطبيعيه، بيعتمد على الدهون الطبيعيه والصحيه زي زيت الزيتون، زيت جوز الهند، زيت الافوكادو، زيت اللوز. الفوائد بتاعت
النظام ده ايه؟ النظام ده الباليو دايت فوائده ممتازة جدا. نزول الوزن طبعا، اللي بيعمل اي حمية زي كده بيبقى عاوز يخسر وزن، واهم حاجة في خسارة الوزن انه بيحصل خسارة في محيط الوسط او الخصر. لما تقيسي بالمتر كده حوالين الوسط وتلاقيه قل، ده كده تعرفي ان انت كده ايه، يعني كده قل، بيبقى حاجة ممتازة جدا لان انت فعلا خسرتي دهون. لان خسارة الوزن لو قعدتي توزني بس على الميزان طبعا ممكن تخسري من الكتلة العضلية بتاعتك، ممكن تخسري من حاجات كتير. الأذان. بعد كده تالت حاجة عندنا اللي هي بيخفض ضغط السكر التراكمي، يعني هنا يعتبر ان هو ده مناسب لمرضى السكر، لكن طبعا مع استشارة الطبيب، لان ديت بتبقى حالات خاصة لازم يستشير الطبيب بتاعه. لكن هو بيخفض لنا السكر التراكمي، بيحسن من صحة القلب والأوعية الدموية، بيعمل انخفاض في ضغط الدم. وممكن هنا مريض ضغطه ودمه منخفض ممكن ما يستخدمش الدايت ده، لأنه ممكن يقلله ضغطه أكتر من كده ويتعب. إنما مناسب اللي ضغطه مرتفع يعمل له انخفاض في ضغط الدم، بس برضه يكون تحت إشراف الطبيب بتاعه، لازم يتابع معاه. ولو حصل أي حاجة أثناء أي دايت بتتابع الطبيب بتاعك إن حصل انخفاض في ضغط الدم أو انخفاض في السكر أو كده، بحيث تبقى دايما مظبطة نفسك مع العلاج بتاعك. ارتفاع الدهون النافعه وانخفاض الدهون الثلاثيه. دي كانت الفوائد بتاعه الباليو دايت. بالنسبه هنا للبهارات اللي مسموح بيها في الباليو دايت، مسموح بملح الهيمالايا وملح البحر، مسموح بالكركم والروزماري والثوم. طبعا احنا هنا برضو كنا سامحين بالبصل، موجود في الحاجات اللي هي الليفي جرين والكلام ده كله. دي بس البهارات اللي مسموح بيها، يعني ما يقعدش يحط بقى اي بهارات تانية كتير، لا هي الحاجات دي بس اللي مسموح بيها. الباليو دايت بقى حصل له تعديل مع وقتنا الحاضر ده، بقت فيش دخلت عليه بعض التعديلات الحديثة، زي استخدمنا الزبدة، الحبوب الخالية من الجلوتين، لان دلوقتي بقى متوفر الدي زي ده، يعني هتلاقي الشوفان مثلا خالي الجلوتين او اي دي خالي الجلوتين يقدر يستخدمه. الشوكولاتة الدارك يقدر يستخدمها بس باعتدال، طبعا تبقى قطعة صغيرة ولو يقدر يستغنى عنها يكون أفضل. الشاي الأخضر والقهوة، كل طبعا حاجة هتبقى بدون سكر. دي كانت كل المعلومات المتاحة للباليو دايت. النظام ده بيخفض معانا الوزن بطريقة كويسة، فهنقدر نعتمد عليها في وطبعا بيبقى برضو بيحسب السعرات الحرارية بتاعته. يعني لو شخص دلوقتي مثلا 100 كيلو لازم يحسب السعرات الحرارية بتاعته ازاي. هنقول هنا كده مع بعض، لو شخص 100 كيلو بيضرب في 25 هتطلع 2500 سعر. يعني هو ليه على مدار اليوم ياكل 2500 سعر. لو اكل 2500 سعر هو هيحافظ على الوزن بتاعه ده. لو هو عايز يقل بقى في الوزن هيقلل عن 2500، فيقلل ويبقى هو بياكل في اليوم 2000 سعر بس. تمام، يبقى اول اسبوع هيتبع في اي دايت هيبدأ ب2000 سعر، يوزعهم بقى. هو عاوز ياكل مثلا 3 وجبات، يوزع ال2000 سعر دول على 3 وجبات. عايز ياكل وجبتين يوزعهم على الوجبتين. تمام، يبقى هنا مثلا 1000 سعر وهنا 1000 سعر. لو عايز ياخد هنا 1200 يبقى هيحط هنا 800 سعر. ماشي، لو هيحط 1200 في الوجبة الرئيسية بتاعته يبقى هيتبقي له 800 سعر بس يحطهم في الوجبة التانية. تمام، بيوزع الطبق بتاعه ازاي؟ قلنا بيوزع الطبق بتاعه كده 50% 50% هيحط فيها البروتين ويحط فيها الفاتس بلس الفاتس، ده 50%. وبقية الطبق بتاعه يتقسم ازاي؟ يتقسم 25% و25%. هنا قلنا اللي هي المنتجات اللي هي النشوية، الستارشي فيجيتابلز وفروتس وفواكه، وال25% الأخيرة اللي هي المنتجات الورقية والغير نشوية. طبعا خدنا لها أمثلة واحنا قلناهم هنا، هم زي دول كده المنتجات الورقية، زي دول بروكلي والكير والبصل والجزر والطماطم والفلفل، وادي اللي هي النشوية والفواكه زي البطاطس والبطاطا واليامس واللفت والتفاح والموز والبرتقان الكمثرى.
افوكادو فراوله وبلو بيري. تمام، يبقى هيوزع طبقه بالشكل ده، سواء بقى هيعمله مرتين في اليوم او 3 مرات في اليوم، يوزع سعراته الحراريه دي اللي هي قلنا 2000 سعر، عشان هو وزنه كام؟ 100 كيلو. تمام، يوزع ال2000 سعر على طبقه بالطريقه دي كده بالظبط، كده كده. اتمنى كل المعلومات اللي انا قلتها لكم النهارده عن حاميه العصر الحجري البدائي او الباليو دايت تكونوا استفدتوا منها ولو معلومه صغيره. واتمنى لكم يوم جميل، واشكركم والى اللقاء. سوزان مكون، باي باي.